ركلة جزاء لنادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة 32 من عمر وأحداث الشوط الأول من هذه المباراة مشاهدينا، وركلة جزاء لنادي بتروجيت، وإنذار أيضا لحارس المرمى مصطفى مكلوف حارس مرمى النادي الأهلي من قبل حكم اللقاء كابتن محمود منصور. فارس رضا واحد من نجوم اللقاء من جانب لاعبي بتروجيت هو اللي على التنفيذ في هذه اللحظات، ومباراة بقى ما بينه وما بين مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي اللي كان يعني عرقل بقى اللاعب يوسف فايز وارتكب المخالفة في اللقطة الماضية، وركلة جزاء لصالح نادي بتروجيت. ركلة جزاء لصالح نادي بتروجيت، ولكن يعني قلنا وحذرنا اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن ان هو ما يسيبش الكرة الطب كده ولعبها، وما كانش فيه تفاهم ما بينه وما بين مصطفى مخلوف في اللقطة الماضية. المرة دي بقى مصطفى الجمل هو اللي داخل، مصطفى الجمل وكان هيجيبها والله الحارس مصطفى مخلوف، ولكن على يمينه، وبتروجيت يتقدم بالهدف الأول في هذه اللحظات مشاهدينا عن طريق اللاعب مصطفى الجمل اللي بيسجل الهدف الأول من ركلة جزاء. مصطفى الجمل بيسجل الهدف الأول من ركلة جزاء، كان واقف على الكرة اللاعب فارس رضا ولكن تركها للاعب مصطفى الجمل اللي سددها وحاول عليها الحقيقة اللاعب مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي، ولكن الكرة تمر إلى داخل الشباك علشان يتقدم بتروجيت بالهدف الأول في مباراة اليوم.